عليكم ورحمه الله، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في عالمنا والوصفات. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد المسمن اللي هو كيجي مالح بواحد الحشوه اللي هائله ومالحه، وكيجي رائع وتا هو ساهل. ديما كنلقاو شي حاجه اللي في متناول الجميع. اللي كنحتاجوا ليه الفورس بوحدو والمبارد. هذه بالنسبه للعجين، المبارد وقبيصه ديال الملحه. غادي نعجنوا العجين ديالنا ومن بعد غنرجع باش نوريكم مراحل ديال الحشو ومقادير ديال الحشو. هاي العجينه ديالنا من بعد ما تعجنات، ها هي كتجي القوام ديالها هكا، ما هي قاطعه ما هي رطبه، ما تنجريوهاش بزاف باش كتطوع لينا في هذا. وملي كتطوع كنديرها بريصات صغيورين وكنحطها ترخف وكندوز نصوب الحشو ديالي. الحشو ديالنا فيها هانتوما كيف ما كتشوفوا فيه قزبر ومعدنوس مقطعين، وفي شويه ديال الزبده، شي حساب معلقه ونص كبيره ديال الزبده، وفي شويه ديال البزار، وفي شي معلقه كبيره ديال مطيشه الحب، وفيها كنوره، وفيها شويه ديال الخرق ومعرق، وفيه واحد ثلاثه دروس ديال الثومه محكوكين، وشويه ديال سكينجبير، وشويه ديال التحميره حلوه. المهم هذا الشيء كامل، هذا الخليط كامل كنحطه فوق البوطه، كنقليه مزيان حتى كيتقلى ليا. من بعد عاد كنزيد عليه شويه ديال هكا الشعريه الصينيه، كتكون مطيب مكبوب على المطيب، هي والفلفله ملونه. ها انتم كيف ما كتشوفوا الفلفله حمراء وخضراء، اللي عنده غير خضراء يقدر ممكن يستعملها. صافي، وكنشحرها معاهم شويه. صافي، من بعد ملي كنحيدها من فوق البوطه كنزيد عليها شويه ديال الزيتون مقطع، وشويه ديال الطون، مثلا جوج علب ديال الطون. هذا القياس اللي عندي انا، كندير فيه جوج علب ديال الطون بزيتهم. صافي، وكنقلب داكشي مزيان. ملي كيبرد ليا كنلقى العجين ديالي كنديرها كويرات، وعاده كنبدا كنعمر فيها. ملي غنبدا نعمر فيها غادي نعاودو نتلاقاو باش نشوفو كيفاش كيجي الشكل ديالو. المهم هاي الحشوه ديالنا من بعد ما طابت، كنزيد عليها كيف ما قلت لكم الشعريه مطيبه مع شويه ديال الفلفله رقيقه، فلفله حلوه رقيقه حمراء وخضراء. صافي، كنخلطها. ملي كتبدا كتبرد شويه كنزيد عليها جوج بواطات ديال الطون ديال الزيت. صافي، وكنخلطها مزيان، كنخليها حتى كتبرد مزيان. الكويرات ديال العجينه هما كيف ما كتشوفوا قطعتهم على هذا الشكل هذا. المهم كنبدا الكره الاولى، هي لقيتوني دابا بادياها، هاي الكره الاولى كندير لها بحال هكا. صافي، كنطلقها مزيان كيف ما كتشوفوا. كنحاول هاد الكره الاولى ما نقطعهاش، الثانيه ماشي مشكل حيت غندير وحده في وحده. هاد الكره الاولى كنحاول ما نقطعهاش. المهم العجينه راه كيف ما كتشوفوا كتمشي ليا مع يديا، راه دايره مزيان متلوقه مزيان. صافي، كندير هكا القياس ديالي، بغيتهم صغار بغيتهم كبار، كندير هكا القياس ديالي وكنربعها بحال اي مسمن مربع بحال رغيفات. صافي، كنربعها هكا، كنخلي على جانب وكنعاود وحده اخرى. ها هي كيف ما كتشوفوا كنقرصها، كنقرصها مزيان باش ما كتجيناش فيها العجينه، كتجي مورقه. كنولقوها غير بالزيت ماشي بالزبده، غير بالزيت بوحدو صافي راه كافي، يعني راه غتجينا مورقه. هادي راه كتجي حسن من الورقه ديال البسطيله كاع، ما محتاجش باش نديرو حتى في وحده. هاد الكره الاولى كنحاول ما نقطعهاش. المهم العجينه راه كيف ما كتشوفوا كتمشي ليا مع يديا، راه دايره مزيان متلوقه مزيان. صافي، كندير هكا القياس ديالي، بغيتهم صغار بغيتهم كبار، كندير هكا القياس ديالي وكنربعها بحال اي مسمن مربع بحال رغيفات. صافي، كنربعها هكا، كنخلي على جانب وكنعاود وحده اخرى. ها هي كيف ما كتشوفوا كنقرصها، ممكن نقرصها مزيان باش ما كتجيناش فيها العجينه، كتجي مورقه. كنولقوها غير بالزيت ماشي بالزبده، غير بالزيت بوحدو صافي راه كافي، يعني راه غتجينا مورقه. هادي راه كتجي حسن من الورقه ديال البسطيله كاع، ما محتاجش باش نديرو ورقه البسطيله. المهم ها هي كنعاودو، كنديرو ديك التانيه كتكون هي تحتانيه باش كنديرو هاد التانيه الفوق باش ما كتجيناش العجينه بزاف. ها هي، ها هي كيف ما كتشوفوا كتجي الشكل ديالها، ها هي زوين. انا غنوريكم هاد، ها هما. صافي، من بعد ما كنكملوا هاد الشكل كيف ما وريتكم، كناخذوا شويه ديال لاصوص سوجا
وكندهنوها كامله، ما تقاووش بزاف باش ما يجيوناش مالحين. لا صوص كيف ما عرفتوا كتكون مالحه، كندهنوها كامله صافي. تنخشيو لاطه في الفران، وملي كتخرج راه غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. ها هو المسمن ديالنا من بعد ما طاب، ها هو كنزينو بشويه ديال الطوماط سوريز وشويه ديال الحامض، وراه حنا دهنا كيف ما قلت لكم شويه ديال لاصوص الصوجه، وصوبته بشويه ديال البافو. كاين اللي عنده شويه ديال الجنجلان الابيض ولا الجنجلان العادي، المهم اللي بغى شي حاجه راه كيزين بها، راه تيبقى سميتو التزيين كيبقى اختياري ليكم، كل واحد كيفاش طريقه التزيين ديالو. وبصحه والراحه، وكنتمنى عاوتاني تدعموا القناه ونستمر ان شاء الله المزيد من الاستمراريه، ونزيد ان شاء الله القدام. والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.